اليوم غادي نديرو هاد اللوحة على شكل قلب، وغادي نديرو بواحد التقنية ديال الخيط بالفلويد ارت. غادي نستعملو الخيط، غنستعملو المقص، غادي نستعملو الصباغة الاكريليك الاحمر فيرميون، وغنستعملو الاسود بلاك نايت. الوغ المواد كالعاده غنخليهم لكم في صندوق الوصف. صباغه هاد لاباز، ناخذ الاسود وانا نستعمل هذه، غادي تبسط عليا الطلاء ديال كافه السطح باش غادي دير لي واحد النمط. انا درت انا هاد الصباغه اللي اوريدي مخلطه بالميديوم باش ندير لاباز. يمكنكم تستعملوا فرشاة عادية إلا ما توفرش هذه عندكم، ماشي مشكل، أي فرشاة عادية تقدر توفي لنا بالغرض. غادي نخليها تنشف ونوجدو مع بعض الخيط قبل ما نديرو المرحلة اللي من بعد. نسينا ما صبغناش الجنبات، كما كنقول لكم ديما خصنا نوحدو المنظر العام. والخيط اللي غنخدمو به ناخدو تقريبا شبر، وغادي ندير بعض الطويات باش نصوب تقطيعه وحده في نفس الوقت بنفس القياس. ناخذ الاحمر ديالنا انا الخشبه اللي كنا قبيله نشدوها غادي باش نتأكدوا من ان الخيط ديالنا في الصباغه. ناخذ عاوتاني خيط اخر، نتاكدوا من اننا دهناه مزيان. شويه الصباغه كنخدم ديما بنفس الطريقه، كنفزك الخيط ديالي كما كتشوفوا صبو مزيان. نحطو عاود خيط اخر، غنستمر بنفس الطريقه بقى الشكل اللي غادي يرضيني ديال الورده اللي بغيت ندير اللي عندي في بالي. دونك جو كونتينيو بنفس الشكل، كنفزكو الخيط، نزيدو شويه ديال الصباغه. الوغ فيما تبان ان الصباغه ما بقاتش كافيه، ان الخيط ما كيفزقناش كفايه، نعاودو.
الخيط كنديرو بيه مره جوج ملي كيبقى ما تيبقاوش يبانو الخطوط ديالو كنعاودو نغيرو وكنجيبو خيط واحد اخر. هنايا كترنا الصباغه ولكن عادي ماشي مشكل. الطويسيل ديالي نقي ندير نفس الفكره، ناخذ الخيط ديالنا غادي نقطو شي شويه قصير لانني بغيت نديرو غير في لو ميليو انيسيالمون. تنشوف كيفاش غادي ندير هاد الفكره اللي بغيت ندير دابا. بون جوسكا مانتنو سا فا افيك سو كو جي ان تيت. الوغ كيما شفتو انا ما بدلتش الخيط لان بغيت يجيو فيه ديك التموجات ديال اللونين الاحمر والابيض، فذلك انا استعملت نفس الخيط ما غيرتوش. دونك بغيت غير الحواف يكونوا في الابيض اللي كونسونطري والبواقي يكونوا فيهم ديك الخطيطات شويه باينين. فوالا بيتال نعاود اون كونسونطراسيون عليهم. هاهي هادي تقريبا شفات. دابا غادي نديرو لو سونتر ديالها، نديرو لها l'épaulet. Voilà. شويه كيساعدنا على الخدمه هاد اللي ترجلو. voilà. درنا له هاد القليب، غادي نحاول ندير له كونتور. انا جو كونتينيو لو كونتور ديال الوريضه ديالي. ها هي دي كملات. وهذا هو الشكل ديالها النهائي. الوغ نتمنى ان فيديو اليوم يكون عجبكم ونلقاكم قريبا. فاتم الصحه والعافيه، يا مع السلامه.